بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور شريف الزواوي، استاذ مساعد علاج الاورام، كليه الطب، جامعه الاسكندريه. النهارده هنتكلم على انواع الاورام اللي لها اكتشاف مبكر. الاكتشاف المبكر مهم جدا في علاج الاورام السرطانيه. كل ما كان المريض اكتشاف مبكر ده بيساعد على زياده نسبه الشفاء باذن الله. او اول نوع من هذه الانواع اللي هو سرطان الثدي. في سيدات كتيره بتجيلنا في مرحله متاخره نتيجه انها بتتشخص الاول على انه خراج في الثدي او ده التهابات، خصوصا لو هي سنها صغير. سرطان الثدي حاليا يعني هو في العاده بيجي في مع تقدم العمر، انما احنا بنشوف حالات لها سنها صغير بيجي لها. فلازم اي اخصائي او الممارس يكون على درايه باحتمالية ان الحاجة اللي موجودة دي ممكن يكون لها علاقة بالاورام. فلو مثلا التهاب قعد فترة اكتر من اسبوعين ما بيروحش او بيزيد، لازم المريضة تتحول على دكتور اخصائي للعلاج الاورام. الحاجة التانية سرطان القولون. اعراض سرطان القولون بتتشابه مع حاجات كتيرة جدا، تغير في الطبيعة، اسهال، امساك. انما من الحاجات المهمة جدا نزول دم. نزول دم من الحاجات اللي لازم تؤخذ يعني بجدية، ولازم المريض يعمل فحوصات. في حالات برضو كتير انها بتتشخص على انه هو عنده مريض عنده بايلز او التهابات، حتى في وجود اللي هي البواسير او الالتهابات دي لازم نستبعد وجود اورام. ممكن المريض يكون عنده الاثنين. احنا بنتكلم اي مريض عنده دم نزل في البراز او البراز لوني اسود لازم يعمل منظار على القولون والمعده والامعاء. الحاجه الثالثه في الاكتشاف المبكر سرطان عنق الرحم. سرطان عنق الرحم حاليا في تطعيم في الدول اللي فيها انتشار. احنا عندنا في مصر نسب سرطان عنق الرحم يعني اقل من الخارج، نظرا يعني لاختلاف عوامل الخطوره. انما حاليا في تطعيم بيتاخد للوقايه من سرطان عنق الرحم. زي ما قلنا برضو الاكتشاف المبكر مهم عن طريق المسحه. كل سيده لازم يتاخد لها مسحه من عنق الرحم، ده كروتين وهي حتى ما بتشتكيش. احنا لما بنتكلم على اكتشاف مبكر لاي مرض يعني بنتكلم على ان ما بنتكلمش على مريض، بنتكلم على النورمال بوبيوليشن، ان في شخص ما بتشتكيش، رجل او سيده ما بيشتكيش. في اكتشاف مبكر للثدي عن طريق الماموجرام، عن طريق لسرطان عنق الرحم عن طريق المسحه، للقولون عن طريق المنظار. رابع حاجه سرطان البروستاته في الرجال فوق الخمسين سنه لازم يعمل فحص للبروستاتا وتحليل البي اس اي. احنا بنتكلم برضو بده كروتين، يعني مش هنستنى لما بنتكلمش على مريض بيشتكي او عنده اعراض. اللي عنده اعراض ده من باب قالوا ان هو لازم هنعمل له فحوصات، انما كروتين كبيز لاين لازم الحاجات دي تتعمل. الحاجه برضو الموجوده كمان هي لو عندنا اي تغير في حاجه في الجلد، يعني مريض عنده الحسنه دي بدات تكبر او لونها يتغير او شكلها يتغير او بدات يتكون عليها قشر او انها تجيب دم، دي من العلامات بدايه تغيرات فيها. هي ممكن انها تكون حاجه حميده انما بدات يجي لها تغيرات غير حميده. لازم الحاجه دي تؤخذ بعنايه ويتم تحويلها واخذ عينه اي اخذ عينات للتاكد من هل في حصل تغير للخلايا ولا ما حصلش.